النساء والصيف افتح وقفه مع نفسك. خذوني ايتها الفاضله. تخيل الله خافي من ربنا. اقنعني بالاسلام. والصيف الدنيا حر وانا باستحياء شديد جدا اقول وكله قلع. بنقول للنساء اتقين الله. ايتها العفيفة اتقين الله خافي من ربنا. ايتها العفيفة انا خايف. تذكري ان تبتلي. تذكري نحو البلاءات شديدة وكسرة الأمراض. اتحجبي بقى قبل ما تنزل عليك عقوبة من ربنا. عاوزين الأخوات يلبسن الحجاب. رسول كل صنفان من أمتي لم أرهما أشد الناس عذابا ونساء كاسيات عاريات. أشد الناس عذابا البنت المتبرجة والمرأة المتبرجة عند الله يوم القيامة. امرأة أمرها ربها أن تحتجب تلبس الحجاب يعني. تقول لا. هدي عاصية. ليه؟ كسرت أمر الملك. والله عز وجل لا يقال له لا. الحجاب. قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. بنصح اللي عامله لي كرنفال في الشارع لابسه قميص بتقولوا عليه بلوزه بامبا ونقاب ابيض ومش عارف بنطلون نقاب ايه شروط الحجاب الا يكون زينه في نفسه. حجاب الموضه يعني الطرحه الصغيره التي تلتف على الوجه فقط وترى الاخت ولا حول ولا قوه الا بالله يعني قد رققت حاجبيها وقد وضعت بعض المساحات الخفيفه وبعض المكياج الخفيف وهي تتصور ان هذا هو الدين وان هذا هو الحجاب وما فيش مانع تكون عامله الطرحه ونفسها كمان مثلا بلوزه ضيقه وبنطلون وتتصور انها كده محجبه. هذا وهم وهذا خلل في المنهج وهذا خلل في العبوديه والاستقامه لله تبارك وتعالى. بل على الاخت الفاضله ان تصدق الله عز وجل. يا ايها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهم. الحجاب هذا هو الجلباب. الجلباب طويل فضفاض غير ضيق غير شفاف غير معطر او غير مطيب وليس لباس شهرة. دي شروط الجلباب او الزي الشرعي او الحجاب الشرعي للأخت المسلمة. اوعي تخدعي. القدوة خديجة. المثل الاعلى خديجة. وعائشة. وام حبيبة. وزينب. والزهراء. والصالحات. من الصحابيات. حب ربنا. لو بتحب ربنا بس حجاب. وانا بقول لكل اخت. والله. لو بتحب ربنا بجد. لا يمكن تعدى عليك الولاد الا وانت عماله بتتقلبي على القمر طول الليل كانك بتتقلب على القمر. قولي نفسي الصبح يطلع عشان اروح اشتري حجاب والبسه. لازم البس بكره حجاب. لو نويتي ان انت تلبسي الحجاب بكره ونمتي وانت اصلا مش لابسه حجاب تموتي. لو مت يعني تمام تبعثي يوم القيامه ان شاء الله كانك محجبه طول العمر. ما فيش اي مشكله خالص. تاخدي الاجر بالنيه. انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. قومي ايتها الفاضله ودخل العالم كله ببردتك ذات العبق المحمدي الطاهر بحجاب النبوي العف الطاهر. تذكري بالله عليك بقى. تذكري بعد كل ده ولسه مش عايزه تحجبي. لو كان نفسك بجد تخدمي دينك اتحجبي. لو بتحب ربنا اتحجبي. لو بتحب النبي اتحجبي.